السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم الجديد. كشفت صحيفة ذا البريطانية بأن نادي كريستال بالاس حسم صفقة النجم الجزائري سعيد بن رحمة لاعب نادي برينتفورد. وأكدت ذات المصادر بأن إدارة نادي كريستال بالاس ستدفع 20 مليون جنيه استرليني لنادي برينتفورد للحصول على خدمات بن رحمة، أحد أفضل لاعبي الشامبيونشيب، حيث أن هذا العرض المالي الذي قدمه نادي كريستال بالاس يعتبر هو الأضخم مقارنة بجميع العروض الأخرى التي قدمت لنادي برينتفورد من أجل ضم الجزائري سعيد بن رحمة. وبحسب بعض المصادر الإخبارية فإن إدارة برينتفورد قد أعجبت كثيرا بهذا العرض الذي سيمكنها من دفع كل متطلباتها المالية، خاصة وأن الميركاتو يقترب من الانتهاء. وبهذه الطريقة يكون الجزائري المتألق قد ضمن اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد بعد مستوياته الرائعة مع برينتفورد. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.